السلام عليكم. احنا هنتكلم سريعا كده على يعني حاجه سيرجيكال هيد سريعه على الجزء بتاع الفراكشرز اراوند ذا شولدر. تمام. فاحنا طبعا مش هيتسع علينا ان احنا نقول كل حاجه، فهنقول سام بوينت كده ايه سريعا ان شاء الله. طبعا الجزء بتاع البوني ستراكشرز زي ما الدكتور اكرم قال في الانتوي وزمايلنا قالوا، تمام، مش هنتكلم فيه كبير لانه هو معروف للجزء اللي احنا اتكلمنا عنه. البوني اناتومي ما فيهوش كلام كتير. Don't forget to describe the thoracic joint as it is not a joint by a significant for shoulder range of motion زي الدكتور حسن شرحناه في البايوميكانكس ان هو اهم حاجه، وده احنا يمكن معظم ناس كتير جدا ما بيعتبروش جوينت او ما يعرفوش اللي ايه البايوميكانكس العاليه بتاعته. الجزء الاناتومي برضه سريعا الدكتور اكرم بيتكلم عليه باستفاضه، مش هنقول فيه كتير. الجزء بس اللي احنا يمكن مهم في الجزء السيرجيكال هو الفاسكولار ستراكشرز اراوند شولدر، واللي ممكن يبقى انجرد ديورنج الار تي اي او الهاي فيلوسيتي انجري في الفراكشرز. لازم نبقى عارفين الجزء الفاسكولار انجري ممكن سبليبيان ارتري اند سو اون. وفي الميجر تروما ممكن يكون طبعا في فاسكولار انجري يعمل لنا شوك ويكون حاجه هاي امرجنسي في الحالات الفراكشرز الكبيره. مود اوف تروما يعني معروف ممكن يبقى حاجه اندايركت او كوم ديسكرايبد اس فول اون اوت ستريتش هاند، وده بنشوفه كتير جدا خصوصا في التشيلدرن او في الاولد ايج. ممكن يبقى ماينور تروما زي وقعه بسيطه جدا تعمل لنا فراكشرز اراوند شولدر، وخصوصا الكلافيكل والبروكسيمال هيومرس في الكلافيكل في التشيلدرن والبروكسيمال هيومرس في الالدرلي او في الاستيبروتيك فيشن. نتكلم في البدايه على الكلافيكل فراكشر. ميكانيزم اوف تروما قلنا موست كومن فول ان اوت ستريتش هاند او دايركت تروما، وبنشوفه كتير جدا زي ما قلنا في الاطفال اكتر في فولينج اون اوت ستريتش هاند، واحيانا بيبقى ميز دايجنوز. دي سم فوتوز او اكس ريز اباوت ذا فراكشر اراوند ميد شافت كلافيكل. الدايجنوز طبعا بيبقى باي انسبكشن في ديفورمتي واضحه في حالات الفراكشر كلافيكل، الفيشن ايكموزس اراوند، الهيستوري تيكنج طبعا ده مهم جدا. الراديولوجي بيبقى الاي بي ستاندرد اكس راي بيبقى كافيه جدا في تشخيص ان احنا نشخص بيها الفراكشر كلافيكل. ليه؟ لان هو لونج بون سيمبل مش زي الكومبلكس جوينت او الانتر اركيبولار فراكشر اللي بنحتاج فيها. بنحتاج سي تي ممكن لو اسوشيتد فراكشر في الاي سي جوينت، ممكن نحتاج سيتين ايفالويت الفراجمنتيشن اند سو اون، لكن الاي بي بتبقى ستاندرد اي بي بتبقى كافيه في التشخيص ده. كلاسيفيكيشن اوف فراكشر الموست كومن تايب هو الميدل سيرد اللي هو تايب او جروب 1 اورنال كلاسيفيكيشن، وده حوالي 80% من حالات الفراكشر ده الموست كومن تايب. جروب 2 اللي هو ديستال سيرد حوالي 15%، وجروب 3 اللي هو ميديال سيرد اباوت 5%. تريتمنت اوبشن هو ده اللي هنتكلم عليه سريعا. النون اوبرتيف سلينج معظم ال 80% من الحالات اللي هو الميد شافت هيومرس في الحالات المينيمال ديسبليس بنعالجها تحفظيا او نون اوبرتيف تريتمنت. ليه كبير جدا يعني قليل نسبه وتناسب؟ لا، معظم الحالات بيبقى نون اوبرتيف تريتمنت بالكلابيكل، والامور بيحصل فيها هيلينج كويس جدا. As healing usually proceed rapidly. طيب الكونسيرفيتور عباره عن ارم سلينج وريست لفتره، اول ما يحصل هيلنج نبتدي بعد كده نشتغل فيزيوثيرابي ورينج اوف موشن ومسل اكسرسايز اند سو اون، مع استكمال الحصول على النورمال باي ميكانكس اراوند ذا شولدر جوب. طيب الاوبرتيف انترفنشن او انديكيشن امتى نعمل انترفنشن في حالات الفراكشر كلافيكل؟ لو عيان معاه نيوروفاسكولار انجي زي ما قلنا ده انديكيشن فور سيرجري، لان الشارب اند او الكومنيوشن اللي موجود ممكن يعمل لنا مشاكل فلازم نعمل فيكسيشن. لو سيفيرلي اسوشيتد شيست انجري في عيان الميجور تروما، لو معاه اوبن فراكشر جروب 2 اند جروب 2 فراكشر اللي هو ديستال سيرد ده انديكيشن فور فراكشر، لان هو بيأثر على الاستابيليتي اوف ذا اي سي جوينت زي ما اتكلمنا. في بعض العينين ان هو كوزموتيك ريزم ما بيبقاش اكسبتنج الديفورميتي اللي موجوده او الابنورمال شيب اللي موجود في الايه في الكلافيكل، فبيبقى ده لوحده انديكيشن فور فيكسيشن، وخصوصا في الفيميلز او في بعض الفيميلز لانه بيبقى فعلا شكله واضح ديفورميتي ما بين الايه توس كلافيكل. لو فلوتنج شولدر اسوشيتد تروما زي فراكشر سيرجيكال نيك ده اللي هو الاكسبريشن اللي هو فلوتنج شولدر،
او displaced fracture more than 2 cm shortening. يعني displacement والshortening اكتر من 2 cm ده ممكن يأثر later on على function of the shoulder, فلازم نعمل reduction of fixation. الـ method of fixation هو الـ plate and screw lock of reduction of fixation. ممكن intramedullary nail او lens nail fixation ده some يعني how used, بس الـ most common method of fixation هو الـ plate and screw. The other type of plate, the hook plate used in fixation of the outer third clavicle to support the supported by hook under the acromion like this one. لأن ال outer third أحيانا بيكون فيه يعني the screws بيبقى the number of screws very deficient, فالاستمرارية بتبقى عالية جدا, فالهوك أو الديزاين بتاع الهوك plate ده بيبقى موجود بالشكل ده. لكن عشان ما يعملش امبنجمنت طبعا لازم يبقى السايز اوف ذا بليت يعني متماشي مع الشولدر جوينت, لان في سايز من البليت دي اكوردنج للاناتومي بتاع كل مريض, زائد ان هو الهوك بيبقى مينلي فوق تو ذا سباكمين سبيس في البوستيريور بارت عشان يمنع الامبنجمنت مع الايه الحركه, لان ده متوقع من الصوره دي ان العين اول ما يتحرك هيمبنج, لكن لازم يكون السايز كويس وهي توورد ذا بوستيريور wide cavity of the subacromial space. Complication in general هي general complication لأي fracture, non-union أو mal-union, chronic pain at the site of the fracture around stiff shoulder لو ما عملتش physiotherapy بشكل كويس سريعا, cosmetic reason زي ما قلنا اللي هو deformity والhealing around the clavicle بيبقى فيه هم واضح وأحيانا بداية عنيف cosmetically, وده بيبقى indication لوحده إن احنا نعمل fixation. طيب دي بيبر under title of systematic meta analysis open reduction internal fixation versus non surgical treatment in displaced mid shaft clavicle fracture. Conclusion of this study is that significant reduction in non union and favorable early functional outcome and associated with over reduction, nevertheless late functional outcome subsequently surgery and pain score are similar to this of the non-surgical. The functional score بيبقى equal في الحالتين الoperative والnon-operative, فبيدينا function على long run equal تقريبا, لكن في الearly period بيبقى العيان الفيكسد بيبقى أسرع شوية, لكن في النهاية function واحد. اتكلم على scapular fracture. Location of the scapular fracture مهم جدا في اتخاذ القرار, لان لو انتر ارتيكولار فراكشر هيفرق على لو اكسترا ارتيكولار فراكشر, لكن وي شوت تو سسبكت ثوراسيك انجري ماست بي اكسكلودد, وان السكابولار فراكشر نوت كومن فراكشر بات في الهاي انرجي تروما, يعني مش هنلاقي عيان فولينج فولينج او ستريتشد هاند وحصل له فراكشر سكابولار, ده في الغالب بيبقى مع الهاي فيلوستي انجري, فنسسبكت ميجور انجري او ثوراسيك انجري في كل حاله نشوف فيها سكابولار فراكشر. الدياجنوزز طبعا قلنا الهيستوري لما نشوف اكس راي فيها كده لازم نسسبكت ان ده هي انجري تروما, والسكابولار اكس راي الروتين اكس راي, وطبعا هيعمل سي تي تو ايفالويت اند تيك ديسيجن اوف ذيس كونديشن. فالسي تي مهم جدا في الحالات دي, مش زي الكلافيكل اللي احنا بنكتشف فقط بالاكس راي. الاكوردنج للسايت اوف ذا سكابولار از انتر ارتيكولار فراكشر ولا لا في الجنويد كافيتي, يعني او سكابولار نيك او السكابولار فراكشر اوف ذا بودي. في ليها كلاسيفيكيشن كده اللي هو اسمه ايدنبرج كلاسيفيكيشن, لكن مش هنتكلم على تفاصيله قوي دلوقتي. دي سام فوتوز اباوت فراكشر اوف ذا سكابولار زي ما واضح في السي دي, ودي ميثود اوف فيكسيشن اكس راي بوست اورت في بعض الحالات. طيب البلان او المانجمنت نون اوبرتيف تريتمنت اكتر من 90% من الحالات, مينيمالي ديسبليسد فراكشر بيكون arm sling زي ما اتفقنا, و after healing of some weeks 3 or 4 weeks العيان بيبدأ some range of motion gradually up to full range of motion. طيب ال overall treatment امتى نعمل تثبيت او امتى نثبت؟ some indication 1 2 3, رقم واحد لو هو intra-articular و displaced, في الحالة دي بنضطر ان احنا نعمل over reduction of fixation لان ده intra-articular fracture, و displacement لو هو اكتر من 5-10 ملي fracture في فوسة او انتر ارتيكولار فراكشر, او لو موجود في السيرجيكال في الجلينويد نيك
في الجلويد نيك وروتيشن اكتر من 40 درجه او ديسبيسمنت اكتر من 10 مللي. في الحاله دي يبقى انديكيشن فور فيكسيشن لان ده هياثر ليتر اون على الفانكشن اوف ذا شولدر. بالنسبه للبودي فراكشر او بقيه الاسكابلا يعني مش في يعني ما فيش رقم متفق عليه قوي، لكن هي معظم الحالات بيبقى كونزرفاتيف الا لو سيفيرلي ديسبيس. في الحاله دي بنعمل اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن. احنا قلنا برضو سريعا الاسكابلوثوراسيك ديسوسيشن انجري، هو ده بقى الانجري او ده يعتبر الديسلوكيشن اوف ذا اسكابلوثوراسيك جوينت، وده بنلاقيه برضو زي ما قلنا في الميجور تروما او الهاي فيلوسيتي تروما وين سسبكت نيوروفاسكولار انجري. طبعا في الحالات اللي زي دي دونت فورجيت الفول اكزامينشن للحالات اللي هي ايه، في الغالب بيبقى حالات عنايه وحالات بيبقى صعب، يعني احيانا كتير بيبقى مسد الايه الموضوع ده. طيب الجزء بعد كده هو البروكسيمال فراكشر اوف ذا هيومرس. بروكسيمال هيومرس فراكشر ده كومن في البروتيك او الهاي او اولد ايج، وبيبقى احيانا من ماينور تروما فولنج او اوت ستريتشد هاند، ويدينا كوميوتد فراكشر وهي واقعه عنيفه جدا، واحيانا بيبقى مسد العين بيبقى حاسس بالم بسيط، وخصوصا في العيانين اللي هم البروتيك زي ما قلت. بيبقى اسوشيتد انجري معاهم روتيتور كاف او نيرف انجري او فاسكولار اسكابلا اللي كنت تو سسبكت اذر تروما. كلاسيفيكيشن النير كلاسيفيكيشن، وده الكلاسيفيكيشن المشهور بالنسبه للبروكسيمال فراكشر اكوردنج نمبر اوف ذا بارت 2 3 4 بارت. Anatomical neck at the level of the fracture, anatomical neck أو surgical neck في الحالة دي اللي هو two part fracture، أو إن هو يكون the greater هو اللي separated أو the lesser هو اللي separated، في الحالة دي بيسموه اللي هو two part fracture. The three part لما يبقى في greater tuberosity والhead والshaft، أو lesser tuberosity والhead والshaft، أو four part اللي هو more comminuted، four part lesser greater head shaft زي ما احنا ايه شايفين. ليه بنتكلم عن الكلاسيكيشن؟ لان اكوردنج الكلاسيكيشن هنقول البلان ليتر اون هنعمل ايه وهنفكس ولا لا. طيب الدايجنوزز الاي بي ترو اي بي شود بي ذا موست يعني ذا بيس لاين اوف ذا دايجنوزز. يعني ان احنا ناخد سبيشال فيو في عينكم نيوتد فراكشر هيومرس بيبقى يعني احيانا او في معظم الاحيان بيبقى صعب بصراحه ان احنا نعمل اكزيلري موفمنت، عين بيبقى ان سيفير بين في بعض الاحيان. فالسي تي از مانداتوري، وان احنا بنعمل سي تي لتشخيص الانتر ارتكولار اكستنشن ولو اسوشيتد ديسلوكيشن، فالسي تي بيبقى مهم جدا في الحالات اللي زي دي. لان احنا ايفالويت الديسبيسمنت ممكن اي بي لكن السي تي. طيب التريتمنت ميثود اوف كونزرفيتيف تريتمنت سلينج او هانجنج كاست، دي احد الحاجات اللي بتستخدم في كونزرفيتيف مانجمنت، واحنا زي ما قلنا ان البروكسيمال فراكشر اوف ذا هيومرس كومن في الالدرلي بيشنت، فبالتالي الكوموربيديتي بتبقى عاليه في معظم الحالات، فالكونزرفيتيف مانجمنت ليه دور كبير جدا في حالات كتيره احنا بنعملها. فبيكون ما بين ان احنا نعمل مجرد ارم سلينج او الهانج كاست. فكره الهانج كاست ان هو العيان مجرد ان هو يعمل كاست لو اباف قلبه بيبقى وزنه تقيل وسخيف شويه، بس ده وظيفته انه يعمل تراكشن او داونورد تراكشن لل للهيومرس، فبيعمل لنا الاينمنت في وضع افضل فيحصل هيلينج بشكل افضل. يعني الاوفر ريدكشن وتينا فيكسيشن لو ديسبليسد اوف ذا فراكشر، يعني انديكيشن اوف اوفر ريدكشن لو هو ديسبليسد اوف ذا جريتر تيبروستي اكتر من 5 مللي، ده انديكيشن اوف اوفر ريدكشن وتينا فيكسيشن. لو الليسر تيبروستي انفولفد في الارتيكولار فراكشر، لو ديسبليسد انستيبل، كل الانديكيشن دي معروفه في الارقام لكن مش هي الاساس. المهم ان احنا لو عارفين الميثود اوف فيكسيشن ديفرنت بليت اند سكرو كي وايرز اند سو اون، والموست ريلابل او ريسنت او موست كومن يوز هو البروكسيمال هيومرال لوك بليت اللي هو الفيروس بليت اللي هو الشيب بتاعها هنا. تمام ده الموست used plate في الكوميوتد بروتيك فراكشر اراوند ذا ايه شولدر. This old method او some times we can use this method of fixation but this is old techniques. Removal according to the patient is يعني discomfort. احيانا لو في indication ان احنا removal بن remove back in، في معظم الحالات لا مش حاجه الزاميه يعني. طيب هيلي ارثروبلاستي لو نون ريكونستراكتبل
فراكشر هايلي كومنيوتد اولد ايج. في الحالات اللي زي دي يبقى الفيكسيشن والهيلينج غالبا هيبقى فيه ديفكالتي كتيره، فبنعمل هيمي ارثروبلاستي، وده ليه دور برضو في كبرايمري مانجمنت في حالات الايه الفراكشرز. او لو هو فراكشر في الاناتوميكال نيك و مي بي كومبليكيتد باي اي في ان وديسابيليتي في يونج ايج، ممكن ان هو يكون ايه فروم ذا ستارت وي كان دو هيمي ارثروبلاستي. الكومبليكيشن اراوند ميس دايجنوز نون يونيون اي في ان، ده قلنا موست كومن في الاناتوميكال نيك. ادهيزيف كابسولايتس او فروزن او ستيفنس زي اي حالات. دي بيبر ميتا اناليسيس اندر تايتل اوف لوكينج بليد فيكسيشن اوف بروكسيمال هيومرس فراكشر ان بيشنت اولدر ذان 60 ييرز كونتينيو تو بي اسوشيتد وذ هاي ريسك كومبليكيشن ريت. بيتكلم على الفيكسيشن اوف ذا بروكسيمال فراكشر في الحالات اللي هم فوق ال 60. الاستادي دي اتعملت على عدد حالات حوالي 73 حاله في كلهم كان فوق 60 سنه. كونكلوجن اوف ذيس ستادي ان 44% كومبليكيشن اند 34% فيلير ريت في حالات الفيكسيشن. فبالتالي 3 there was a trend toward the higher complication and the failure rate in older patients and more complex fracture. Refinement in fixation technique and indication are necessary to optimize the surgical management of the proximal humerus fracture. In the fixation for old age, after 16 سنة في commuted fracture, high recurrence or high failure rate. 44% complication rate and failure about 13%. Other study كانوا على conservative treatment of 3-part and 4-part proximal humerus fracture. This is a systematic review. The conclusion of this study, our data shows that most 3-part proximal humerus fracture treated conservatively achieve fracture consolidation, even noting a negligible rate of malunion, good fear, good function, result with few complications. But 3-part result بتاعتها few complications with good result. While the orthopedic 4-part proximal humeral fracture treat present high rate of consolidation with less rate of malunion than the 3-part, but achieve poor functional result. Functional result في الفور بارت أعلى. يعني poor functional outcome في حالات الفور بارت. Proximal humeral fracture in pediatric بنشوف برضو حالات من هذا القبيل، ولكن suspect إن fracture in this area may be associated by bony. Soft bony lesion أو pathological fracture نتيجة aneurysm of both cysts. This is a common sight. This study some hint about our literature review about proximal humerus fracture in pediatric. This is the last decision. بتكلم أن non-operative management is a successful in younger patient or less displaced fracture, and operative management is usually considered in older patient with more displaced fracture. ان الاكسبتنس رينج عالي في الاطفال، وان احنا بن ايه بن مانج الحاله دي نون اورد. شكرا. انا عايزك بتبتدي امتى؟ واللي انت ملاحظه بالخبره، عايزين خبرات حياتك الربانيه دي توصل للفيز كاتريس، يعني الناس اللي عاملين فيلز بليت عارفين فيلز بليت يا شباب؟ الدكتور سليم مرهون دلوقتي. نقول 3-part بيمشي ازاي؟ خبراتك العند اللي يوصل لفين؟ بيأتين ايه في الغالب؟ العيان ده تقريبا من سيرتي مع رحمه الله وسيد الدكتور عزت طبعا قعدت كتير قوي اشتغلناه مع بعض، اللهم اجعل العلم وعمله في ميزان حسناته اللهم امين. نوصل تقريبا 80-90% فانكشن، ما بقيناش عن 90% فانكشن. كنا بنبدا ازاي؟ من الاسبوع الرابع للسادس كنا بنبدا بات جاست ان انا اكتف، بس اهم حاجه بالنسبه لي زي ما قلت حضرتك بتبتدي رابع حتى لو عملت سيت فيكسيشن؟ حتى لو عملت فيكسيشن مش من السكند داي؟ بعض الجراحات العيان بيقلق. العيان بيقلق. يعني انا بالنسبه لي رهبه العيان والستشز موجوده والكلام من ده بتقلق العيان قوي. يعني لو بدانا ثالث او رابع اسبوع اظن ان هي مش هتفرق كتير. تمام. ما اظنش ان هي تفرق كتير. يعني ثالث او رابع اسبوع كستارت بوينت بالنسبه لي كعيان بوست اوبرتيف هيوصل لنتيجه مضيه جدا للعيان. تمام. وخصوصا ان العيان بيبقى عنده في الوسط بتاعنا والثقافه بتاعتنا، ودي حاجات لازم قلقان والغرز والبتاع لازم نحترمها، والالم والغرزه. فلو بدانا ثالث اسبوع لرابع اسبوع
ده كستارت بوينت بالنسبه لنا مش وحش. تمام. دي واحد. اثنين الاهم بالنسبه لي زي ما قلت هقولها تاني بس ان انا راكب بس الابداكشن. طب بتلاقيه حالك اسهل في العيان اللي عامل فيكسيشن اوبرتيف ولا العيان اللي عامل فيكسيشن لو بدانا او ثاني او ثالث اسبوع تبقى الدنيا مؤلمه قوي. لو بدانا ثالث او رابع بيبقى البين اقل. والبين لما بيكون اقل لان البين بيعمل جاردنج سبازم. والجاردنج سبازم قلت في المحاضره ان البين موبلايزرز الدكتوريا والروتيتور كاف هي اللي بتشوت داون اكتر. ما بتقدرش تستابلايز الهيد وخصوصا الثري بارز والجريتر تيبروستي او الانسيرشن بتاع الروتيتور او الليسر تيبروستي متاثر. فهي لما تيجي تاكت عشان تستابلايز بتشيل على الميتال فراكشر سايد بتعمل بين. حد خد باله يا جماعه الكلام الجميل ده؟ حد خد باله اللي بيتقال ده؟ فبتشيل على مكان البين. الكالس فورميشنز وزن 3 ل 4 اسابيع فبتبقى هي تقريبا بدا الهيلي يعني بدا الكالس بدا يتكون. فالموفمنت بتاعها فالموفمنت بتاعها بتكون اقل بتشتغل فيها. فاقدر اشتغل بين كنترول احسن. دي نقطه. النقطه الثانيه انا ما عملتش اديت فرصه للهيلينج النقطه واديت فرصه ان الروتيتور كاستابلايزرز للهيد والسيرنويد كافيتي تثبت الهيد في مكانها والدكتور تشتغل. المشكله مش هتبقى عندي في الدكتور المشكله هتبقى عندي في مين؟ في الروتيتور كاف. والروتيتور كاف ميبي لسه تيبروستي او جيتر تيبروستي متاثرين بالفراكشرز ومتثبتين. فهي تشتغل الروتيتور كاف عشان تثبت هتعمل البين. البين انا بلف دايره مسار. فعشان كده انا بفضل مش عارف هتاخد معايا ولا لا ثالث او رابع اسبوع. تمام. يعني ان دي اند اوف ذا داي حضرتك بتشوف ان العيانين اللي عاملين فيكسيشن بيمشوا مع حضرتك بروجريس في الفيزيكال ثيرابي احسن احسن من الماشي كونسيرت. الماشي كونسيرت لو انا برضه لو 3 بارس ما بيتكلموش كتير. تمام. دي انا ساتسفايد. 3 بارس ما بيتكلموش كتير. تمام. يعني انا معايا دلوقتي حاليا دلوقتي بكلم حضرتك دي 3 او 4 حاليا. تمام. كونسيرت والدنيا ماشيه كويس قوي. يعني يا جماعه الاتجاه اوليفر بيرلد لقينا ماشيين اكتر كونسرفتيف والانديكيشنز فور كونسرفتيف تريتمنت ابروكسيميال فراكشرز في الجرياتريك ايج جروب ستريتشد اكتر. لان العين اللي احنا بنعمل له فيكسيشن احنا كده كده بنعمل ديبت بيتر ابروتش بنفتح الكبسول واكستنسف سيرجري. فالسيرجري دي ديفنتلي هتخلي سام ليميتيشن اوف رينج وهتبقى مهمتكم بمعنى عام ده صعبه نظري اصعب. صعبه جدا. لا شك. يمكن البين النابع من الموفمنتس او ذا فراكشر فراجمنتس هتقل لان الفراكشر ده ستابلايز بالبليت. لكن في اذر سورسز اوف بين. احنا فتحنا الكبسول وفتحنا السابسكات واكسبوجر فتره طويله وفي سكينو سبتينيوس وفي غرز ففي اذر سورسز اوف بين. الفراكشر ستابلايز صحيح لكن بالرغم من كده برضه احنا هيكون متاثر لان الكبسول لازم هيجيب بعد كده فايبرس تيشو وهيعمل كونتراكشر. لا شك. تمام. وفي حته ثانيه عاوز اقول اتاكد عليها هو العيان اصلا في نقطه ثانيه بتواجهنا ان العيان بتاع فراكشر 3 بارتس يومرس التروما اللي وقعت ده هيبقى اصلا قلت ايج اوستيوبروتيك. فالعيان ده هيبقى الروتيتور كاف بتاعته مش قد كده وهتتاثر بالتروما بعض الاحيان. فلو امشي لو عملنا اوبراتيف مع البين مع التروما مع الروتيتور كاف ايج ديسفانكشن اللي موجود اصلا فانا الاوت كام فانكشن هيقل. عشان كده كانت ماشيه مع الريزلت الدكتور اللي عرضها دلوقتي ان الفانكشن بتاع ال 3 بارز اللي هو ماشي مزيف كان احسن من ال 4 بارز كانت احسن. جزاك الله خيرا. دي كانت الدكتوره معلش انا اسف. طيب دكتور ده نفس راي حضرتك في البيبر اللي هي بتاعت الكلافيكال ديسبليس الاوبريتيف نفس الدكتور. يعني انا ممكن بقى اقول لحضرتك حاجه فراكشر كلافيكال انا مع الفيكسيشن. يعني مع الفيكسيشن اللي انا شفتها عينين مش كونزرتيف وكان في مال يونيون كوزمتيك مش كوزمتكس. الكلافيكال هي الرابط ما بين الابر ليم والابسل سكيل هي حركه المحور. دي نقطه. الموشن بتاعت الكلافيكال ككرانشي موشن اساس حجر زاويه اساسي من الفانكشن بتاع الشولدر على اللونج ران. فانا لما اسيب الكلافيكال ديسبليز او فراكشر كلافيكال وما تثبتش انا وارد ان انا اشوف مشاكل شوتر على الامره. مش عارف الدكتور اكرم وفين ده ولا لا. انا شفتها كتير يعني بدل عين بعد 10 7 سنين او 8 سنين مش موجوده فراكشر كلافيك وبعد كده جالي بعدها بشويه يعني حكم انا مش كبير يعني انا بقالي 20 سنه بشتغل فال 20 سنه بقت عيب بقى يروح عيبته بحاجه وجالي بعد شويه بحاجه فيجي لي بقى شوتر بين كنت انا معاه زمان من الستيفنس بتاع السكن بتاع الفراكشر كلافيك. فانا مش عارف الدكتور اكرم متفق معايا ولا لا. انا معاك فيكسيشن فراكشر كلافيك عشان اضمن على اللونج ران على المدى البعيد او اللونج تيرم ان انا يبقى على الفانكشن بتاع الشوط. مش عارف حاجه معاك. احنا الفراكشر كلافيكال هي يعني طول عمرنا اسبورتيك سيرجنز الترند اللي عندنا ان احنا نعمل كونسرفتيف مانجمنت.
الهير كالس بيتكون اكزيبرنت وبيتكون فتره قليله جدا يعني 3 اسابيع 4 اسابيع بتلاقي الفراكشر اللي عامل كده الانجليت بشكل وحش قوي في الاكس راي حواليه والكالس طبعا كوزمتيكالي بيفضل البرومنس ده لكن فانكشنالي مش بنلاحظ او ما كناش بنلاحظ ديفكتس كتير. والحين انا نزلت انا مدرسه قديمه نسبيا برضه فانا نزلت متاثر بهذا الاتجاه صراحه. وعايز اقول لكم حاجه برضه مهمه بخصوص الموضوع ده، احنا ممكن احنا في قاعه العلم نختلف زي ما احنا عايزين مش اي مشكله يعني ممكن دلوقتي ايه ممكن النقاش ده يتطور بين الدكتور محمد لافرق اخرى واحنا جوه مفيش مشكله عادي خالص ما تقلقوش نهائي يعني مش وبعدين من بعد الباب ده ليتس هاف درينك عادي خالص مفيش مشكله. والا من النقاش بتاعنا مجاملات مش هنوصل للعلم ممكن في النهايه يبقى ديبيت برضه ويبقى كل عيان دول كاركترستيك. يعني انا وجهه نظري صراحه من خلال المدرسه اللي نسبيا قديمه اللي انا يعني قرارات فيها ان الكونسيبت مانجمنت في الكلاب كان اسهل العيان على المدى القريب يمكن على المدى البعيد احنا ما بنشوفهمش. وفي كلام كان الدكتور هيثم برضه من سنه او سنتين كان في كذا حلقه ورا بعض كده فبرضه هو يعني يدي رايه. يحصل شورتنج للكلافيكل احيانا وده بيأثر في البايوميكانكس او الشولدر ان جنرال مفيش شك لكن الحقيقه على المجال القريب دكتور محمد اسهل لنا جدا واسهل العيان جدا يمشي كونسيرت يعني علاقه 3 4 ساعات علاقه ما بنعملش حاجه كبيره مفيش جبس مفيش بتاع و3 4 اسابيع والهيلينج فيري فاست مش بنفاضي الفراكشر هيماتوما طبعا اغلبنا عارف من البيزك ساينس ان الفراكشر هيماتوما دي اساس الهيلينج فالهيلينج بيكون اسرع الدنيا ابسط البين اقل خاصه احنا بقى كمان سيرجيكال عندنا مشاكل في الانترفيكسيشن وتحتنا الساب ليجن ارتري ويعني منطقه في منتهى البواخه وتحت الكلافيكال لسه كنا بنتكلم اناتومي احنا الجراح عندنا اناتومي وميكانكس فتحت الكلافيكال على طول عندنا الارش وعندنا البريكيال بلاكس الستيج بتاع الديفيجنز كلها تحتنا يعني مجرد انت احنا بنعمل بالبونتا من فوق لو زقينا كده ممكن يحصل مشكله كبيره يعني هناخد تانك هناخد ديفيجن يعني الدنيا مش سهله خالص يعني انا النيرف التي 8 ده ممكن يفضل ديس فانكشننج فور ايفر فبتتكلم في كومبليكيشنز يعني انت بتدي العيان يمكن شوف ذا فانكشن على المدى احسن شويه بس ريسك اوف كومبليكيشنز عنيف ما بيحصلش في اغلب الحالات بس لو حصل هنفضل انا والعيان ايه مع بعض سنوات. فدكتور هيثم قول لنا رايك احنا ممكن نقول ان هي لو هي النهارده الفراكشر كلافيكال مع سكيفول سيرجن اظن ان هي ممكن يبقى كومبينيشن احسن كومبينيشن الليترشر بيقول ان حالات يعني كذا حاجه ان الهيلينج النون يونيون اعلى من حالات الاوبرا هذا طبعا ده بيقول كده فهو احنا بنتكلم عن سيرجيكال الهيلينج وكومبليكيشن وده لسه دكتور محمد بيتكلم طبعا جمال الفانكشن هو عشان كده اختلاف الراي هيفضل موجود هيثم معلش هو خلي بالك بس راي هيثم دي واحده صوتين المجال قول هيثم لا هو اللي احنا شفناه ده متعيك عم دي كم مره شفنا كم حاله حصل فيهم فعلا شورتنين كانت مقصه شويه على الفانكشن بس العيال لو في الاخر مش فاكرش معايا مش فاكر على الاقل على المدى خمس ست سنين كمان قريب لكن لما شفتوه مشتركوا بعد جاي بعد 7 8 سنين او 10 سنين ده وارد جدا ده اللي انا شفته لان هو برضه في النهايه هي الباي ميكانكس ما هو الشولدر بيرد ميكانكس عندنا فاحنا يعني حصل سمت ستريتمنت لا شك الشورت انجلاش دكتور محمود هو مفيش جايد لاين واضح لمعظم حالات الفراكشر الفراكشر كلاسيك بالذات ما اقدرش انا اقول الكونسرفتيف احسن ولا السيرجري احسن كل حاله يعني حاله فراكشر وانجليز حتى لو فيها بتر فلاي ومفيش شورت دي حتى شكل سر حاله طايره في الهواء اللي بنسميها طايره في الهواء في جاب ليه زي كده؟ سوفت انشمنتال بوزيشن اعمل لها انا عارف ان انا هيجي لي لكن انا لو انا كل الحالات بشوفها كونسرفتيف واقول ان حالاتي حلوه في كونسرفتيف او ان الحالات اللي هي اعملها سيرجيكال احسن يعني دي مثلا الانجليز بيقول لك ايه اذا كنت اللي شايف اللي معاه هامر شايف الدنيا كلها مصممه هو الانجليز قالوا محمد قالوا كده المهم بس يعني الاستراكشر كلابتن كل حاله دي دوميننت هاند اولد ايج ولا اند ايج سبورتس انجري سبورتس اكتيفيتي ولا راجل تعبان يعني دكتور محمود عايز يقول ان كل حاله كل حاله ده طبعا ده في منتهى الاحترام يعني دايما الكونسيبت انديفيدواليزيشن يحترم لان كلنا كم مره عملت حاجه كونسيبت
ودخل الفيران يونيون وكان لكن كم مره عملنا سيرجري وحصل لها كومبليكيشن. طيب على فكره انا كنت في بلد عربي في وقت من الاوقات جالي عيان عمل سيرجري للكلافيكل اربع مرات وعايزنا نعمل له خمسه. ايوه اربع مرات من دلوقتي في حاجه اسمها مينيمال انفيزيف اللي هي بتحافظ على البيولوجيكال هيلينج بتاعك. بصراحه دلوقتي ده حل من الحلول. ان انا مش عاوز اناتوميكال ريدكشن اشوفه في انا عاوز امدين اللينس امدين الانجلز ومش لازم انا اناتوميكال ريدكشن زي الاكسبت مع الارتيكولر. حد يا جماعه فاهم الكلام ده سيرجيكال كونسبت يعني ده مينيمال انفيسيف انترفينشن بنحافظ على فراكشر الهيماتوما وفي نفس الوقت بنعمل فيكسيشن يسمح لك انك تشتغل من عنده ايرلي قدر ان تخلص بنجيب رينج. فحضرتك شفت حالات مع عامله تكنيك اللي هو انترانالري فيكسيشن نانسي نيك كلامك على الكبيره ولا عاداتهم ترانس كاف ترانس لا ده النكس نيك نانسي نيك انترانالري كان عن انترانالري. حضرتك شفت فيكسيشن دي ولا مفضل يعني مش كومن قوي حسن في عايز تعمل احنا هسال على اللي هي البروكسيمال هيومن فراكشر 3 بارت ويذر هو كونزرفتيف او اوبرتيف. اي قلت خلاص انها 3 ويفضل 4 بيس لو الريجاتنج دي كانت هتلزق مني عشان البسيت. اللي انا عارف اللي هو الاكتف اسيستد برضه طبعا انا ما عنديش مشكله في الماسل ما فيش تير ما فيش كبير ممكن ابدا اكتف اسيستد من بدري برضه عشان اعمل اورجانيك ولا هو لو انا شاكك بقى ان هي تكون فيها مشكله عندي مشكله كبيره جدا. سامعيني السؤال انا مع حضرتك فعلا انا هجيب البيسك الاول لان الاستراتيجيه بتاعتنا كلها كانت كينيزيو وبيلتي ستابيليتي لازم يكون عندي اظبط نورمال ارت وبيلتي الاول ثم بعدها كستابيليتي. النقطه بقى هنت عليها واستريس عليها اللي هي الاكتف اسيست. الاكتف اسيست في الشولدر لما هبداها هشتغل ويز جرافيتي يعني هبدا الاسيستنت بتاعتي بشكل معين ان انا هستغل الجرافيتي بتاعتي زي ما بنشتغلها مع دكتور كاف اللي هي الاكتف اسيستنت مش ان انا اطلع بيه التاني لا انا هطلع بيه الاثنين ولكن هبدا استغل الجرافيتي بتاعتي ان هي تستبلايز معايا وابدا كل شويه اغير الانجل انكليشن بتاعتي. يعني انا النهارده لو انا بعمل اكتف اسيستد ايده مسك ايدي الاثنين وهو صباين الشولدر بقى ثابت الجرافيتي بتستبلايز الهيب مع مين؟ مع الروتيتورز وده ما بيعملش ستريس. طب الراجل بقى احسن هخلي الزاويه 30 درجه لو بقى 30 درجه السرير اترفع 30 درجه وطلع بايدي الاثنين وبدا يأسست في الوضع ده كده تلتين الوزن بتاع اللم على مين؟ على السرير والتلت على كتفه. يبقى انا كده قدر يعمل اكتف اسيست وبدا ازود الريزستنس شويه. طب الدنيا بقت احسن اخليها 45 الزاويه 45 بالظبط بقيت 45 بقى نص الوزن على اللم ونص الوزن على مين؟ على الشولدر. طب الدنيا احسن اطلع بالانجل في الانكلينيشن تبقى 60 هرجع لغايه الثانيه دكتور سماش نعيد تاني. الدكتور حسن قال ايه احنا في الفراكشر سي بار بيركز على ان بس اللي بيتكلم عشان الناس لو انا النهارده الاول جيت موبيليتي يبقى الباس ادابتيشن سينج بتاعها فالعين عندي بتتحرك المراحل بتبدا اوفرلاب. يعني انا النهارده بقى عندي باس ادابتيشن 90 او جبت 70 او 80 درجه هبدا اكتف اسيس لينت موشن من رابع اسبوع او ثالث اسبوع ممكن في نفس الجلسه طالما العين يقدر يعمل كنترول يقدر يعمل موشن بيز مفيش حاجه اسمها بين مش العين جايه تعالج مش جايه تعزل. احنا بنعمل انجرام لو الاشاره جميله يا دكتور محمد العين جايه تعالج مش جايه تعزل والجروح قصاص اوعى توجع عين يعني اوجع انت حاسب يعني معلش سؤال بره المنهج يعني اللي هيتوجع ممكن هيقطص هياخد يا باشا حسن حسن قصاص شوفك ليش يبقى هنبداها تاني. هي نقطة حاجة احنا بنعمل قبل ترايح ايه في فانا النهارده المخ هيقبل انا عاوزه يتحرك ويبعت اشارات للعظم المكان ده. لو الاشارة راحت فين؟ هيجي لها اشارة سليمة؟ لا طبعا. مش هتحرك اقول له شوت داون، الشوت داون جاي من البيت مش هتحرك عشان الشوت داون، الدنيا كلها بتتكلم مش هتحرك. هسيبه ده سابع لما يهيل عشان الدنيا تلزق يوم ما اجي احرك العضلات ما تشدش على مكان الفراكشر ما تعملش الم. بص يا جماعه تلزق دي معلش انا اللي بقطعك معلش تلزق دي كلام الناس اللي شغالين وانتوا كده انتوا مش اندر جرادويتس تلزق دي كلام انا يعني انا طبعا متحيز اكتر للغه الطبيه بس دي انا بهتم بيها جدا لان يعني ده اللي انت هتشتغل بيه ده ايدك ده اللي انت هتشوف بيه العيان بنفسه ده الرقم ده اللي انت هتقيس بيه. فانت بدات تهيل خلاص عملت انت الباسف جبت باسف 70 او 80 درجه
ابدا اكتف اسيستنت. الاكتف اسيستنت لما يبداه هبداه انا فيزيكال سيرفيس، فلازم اطوع الفيزيكس والميكانكس بالنسبه لي عشان اخد البال عين بتاعي. فانا هبدا بالسليمه وارفع الثانيه بعصايه او حاجه او ستيك وابدا ارفع، والموشن بتاعت الشولدر كلها هاد تو بي دان طالما في اليفيشن ان ذا سكابشن يعني سكابلر بلين. ليه؟ عشان الحته بتاعته بتبقى الكف، والدكتور حسن كان بيتكلم في اكسترنال وبيتكلم والانترنال روتيشن والجريتر تيبروستي يبقى بره. فلو ماسك عصايه ورافع الاثنين وهو نايم على السرير، الجريتر تيبروستي بره ومفيش زنقه على التندر بتاعت الدكتور كف، وادي يطلع بايه؟ الاول هيطلع هو صغير نايم على السرير بالشكل ده كده رافع ايديه الاثنين مع حضرتك ومسك امسك 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 بروكسيمال ستريت ستابيليتي. يعني ايه بروكسيمال ستابيليتي؟ لو قدر هو ماسك ايده كده ونايم على السرير ايده ماسكها خلاص بقت ماسكه، الجرافيتي بتساعدها، وفي نفس الوقت الروتاتري فورس والترانسلاتري فورس قليله على مين؟ على الشولدر جوينت نفسه. طب الدنيا بقت احسن وايدي قد دي كويس، ارفع الزاويه 30. لو بقى العين مرفوعه كده وهو بيعمل الحركه دي نفس الحركه بيرفع ايديه الاثنين وينزل وهي زاويه 30، تلتين الوزن بتاع اللم على السرير والتلت على الشولدر عن زاويه 45، النص ساين سيتا وساين سيتا واحده على جزء اثنين بحساب مثلثات بتاع الثانويه العامه، هيبقى نص الوزن على السرير والنص على اللم طبعا زاويه 60، التلتين والتلت قعد كله على الشولدر. يبقى انا كده سخرت الميكانكس اللي انا اعمل بها اكتف اسيست اكسرسايز. النقطه الثانيه هو نايم صغير، معلش حد فاهم الكلام ده يا جماعه؟ هل انتوا انا بالنسبه لي الكلام جديد، انتوا بتشتغلوا الكلام ده؟ لا. هقول لك على حاجه ثانيه، دكتور اكرم ممكن يبعت لك عيان تيبيا بدون فراكشرز، فراكشر شاف تيمر، فراكشر شاف تيبيا، ويقول لك انا عاوزه برشر ويت بيرنج. عاوزه ما يحملش، عاوزه يحط رجله على الارض. انت ممكن في العياده بتاعتك تستخدم التيلتنج تيبل بتاعت الاعصاب لعيان فراكشر تيبيا او هو عاوز يحمل. لان من ضمن الحاجات اللي تنهانس البايوجينكس البون هيلينج الويت بيرنج، الويت بيرنج بون ماسل تندو ليجمنتس جين اتس ستريس فروم لودنج، اللودنج هو الحياه بتاعتها. يعني هي هتبدا تنهانس الاوستيوبلاست ان هي تبني عن طريق اللودنج بس ويزن ذا فيسيولوجيكال ويندو اوبتيمال لودنج اللي هو الاي اللي هو الفيسيولوجيكال لا لا اللي هو ويزن ذا الاستيك اللي هو في الستريس ترين كيرف اللي هو يروح تشو الستريس بتاع تشو قادر يروح ويرجع. شوف يا جماعه البيزكس الميكانكس خدنا الدكتور محمد ازاي؟ يعني البيزكس ساينس هي هو الاصل هو الاصل. فانا هعمل ده ازاي؟ العيان ده لو واقف على لو نام صبعنا على التلتين تيبل الوزن كله على مين؟ على السرير. طب التلتين تيبل بقى 30 درجه بقى التلتين على السرير والتلت على الرجل. يبقى انا النهارده لو يبقى التلتين هو واقف على رجليه يبقى السدس على اليمين والسدس على الشمال. طبعا زاويه 45 بقى النص على السرير والنص على مين؟ على رجله صح ولا انا ايه غلطان؟ النص يبقى النص النص كام؟ الربع. طب انا على زاويه 60 التلتين على رجله والتلت على السرير يبقى التلت على اليمين والتلت على الشمال وقف خالص ونص ونص. يبقى كده استخدم التلت التاني وتعمل بها نفس الكلام. احنا مضطرين معلش ان نقف عشان احنا هنطول بس هي دي الفايده هي دي النقط اللي احنا بنتكلم وده هستخدمها نفس القصه في الشولدر اهي. راس السرير هتتحرك صبعين 30 45 مفيش عيان شولدر هيجي لك وتوت الكف ولا فراكشر يمرس ولا فراكشر كلافجل هتقول له ارفع ايدك هيرفع مش هيرفع مره واحده لازم اديها كده صبعين اسيستد ثم 30 ثم 45 ثم 60 وبعد كده ارفع ايدك هيطلع معاك. شكرا.